الكلمة لسمو الشيخ صباح خادر حمد الصباح رئيس مجلس وزراء في دولة الكويت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. دولة الرئيس الأستاذ مصطفى الكاظمي رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيق، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي سروري أن أتواجد معكم اليوم للمشاركة في هذا المؤتمر الهام، مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، والذي يأتي وبدون شك في وقت دقيق وهام لمنطقتنا. وأتقدم هنا بالشكر لدولة الرئيس مصطفى الكاظمي رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيق على الدعوة لعقد مؤتمرنا هذا، ولكرم الضيافة التي لاقاها وفد دولة الكويت منذ الوصول، والتي ليست بغريبة على العراق وشعبه الأصيل الكريم. إن منطقتنا العربية والإقليم لن تنعم بالاستقرار طالما العراق الشقيق يفتقده. فالعراق مهد الحضارات، غني بموارده البشرية والطبيعية، ومتميز بموقعه الجغرافي، وأحد الركائز الأمنية والاقتصادية الهامة في منطقتنا. وباستقراره يستتب أمن المنطقة، وتتعزز فرص تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود ما بين دولها. فالعراق، وعلى الرغم من المعاناة والأوضاع الصعبة التي مر بها خلال السنوات الماضية، والتحديات الأمنية الكبيرة التي عاش في ظلها خلال محاربته للإرهاب والتطرف، إلا أنه استطاع وبإرادة شعبه وبدعم من المجتمع الدولي تجاوزها والتقلب على الجزء الأعظم منها. والدليل على ذلك هو اجتماعنا اليوم في العاصمة بغداد، والتي كان لها نصيب كبير من هجمات الجماعات الإرهابية. إن العراق الشقيق مقبل على مرحلة محورية من مسيرته السياسية، تتمثل في الانتخابات البرلمانية التي ستعقد بتاريخ 10 أكتوبر 2021، والتي تتطلب منا كدول منطقة ومجتمع دولي دعمه ومساندته لعقدها، ولتمكين الحكومة العراقية من تحقيق ذلك علينا ترسيخ مقومات سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية تلبية لتطلعات وطموحات شعبه. الحضور الكريم، تعد دولة الكويت من أكثر دول المنطقة تلمساً وتفاعلاً للأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها العراق الشقيق، فلذلك لم تتوانى عن الوقوف معه ومساندته في أشد الظروف والمراحل. فبمبادرة سامية من قائد العمل الإنساني أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، حشدت دولة الكويت الجهود الدولية واستضافت مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار المناطق المتضررة من داعش في شهر فبراير من عام 2018، والذي نتج عنه تعهدات بلغت 30 مليار دولار، مما يجسد إيمان دولة الكويت والمجتمع الدولي بدعم العراق في مرحلة ما بعد تحقيق النصر على الإرهاب. فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية الكويتية العراقية، فهي تسير بخطى ثابتة مدفوعة بعزيمة جادة وإرادة مشتركة من قيادة البلدين نحو تعزيز أواصرها والدفع بها نحو أفق أرحب وأشمل وفي شتى المجالات. ونتطلع إلى مواصلة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين لما في مصلحة وخير لشعبي البلدين. ونشيد هنا باستمرار وفاء العراق بالتزاماته الواردة في قرار مجلس الأمن 2107 الخاص بالمفقودين الكويتيين ورعاية الدول الثالثة والممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني. ونشيد بتعاون العراق الشقيق ونرحب بما تحقق حتى الآن، ونشجع على الاستمرار بتلك الجهود الحثيثة للعثور على ما تبقى من مفقودين كويتيين ورعاية دول ثالثة والبالغ عددهم 328 شخص،
وإغلاق هذا الملف الإنساني والعثور كذلك على الممتلكات الكويتية وبالأخص الأرشيف الوطني نظراً لأهميته التاريخية. وأود أن أتقدم هنا بالشكر إلى الحكومة العراقية ولأعضاء اللجنتين الثلاثية والفنية الفرعية وإلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر على جهودهم المبذولة والتي ساهمت في تحديد مصير ما تم العثور عليه من رفات إلى هذا الحين، ونتطلع إلى انتهاء هذه المأساة الإنسانية بأقرب وقت. والشكر موصول كذلك لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي لدورها الهام والحيوي في متابعة ملفات المفقودين والممتلكات الكويتية وفقاً لأحكام القرار 2107، ولتسهيلها نقل جثمان عدد من الرفات إلى دولة الكويت بالتعاون مع السلطات العراقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر. ونأمل بأن يستمر التعاون وبنفس الوتيرة للانتهاء من كافة المسائل الثنائية المتبقية لتعزيز تدابير بناء الثقة والانطلاق بالعلاقات إلى أفق أوسع وأرحب بما يخدم مصالح البلدين. في الختام، نجدد التزام دولة الكويت بمساندة العراق الشقيق والوقوف إلى جانبه حتى يتجاوز الصعاب التي تعترض طريق استتباب أمنه واستقراره وتمكنه من إعادة إعمار بلاده وتحقيق التقدم والازدهار لشعبه، وتتطلع لمشاركة فعالة للقطاع الخاص الكويتي في عملية إعادة إعمار العراق وما بعدها، ولحين تبوء العراق بلاد الرافدين مكانه الطبيعي في محيطه الإقليمي والدولي بين أشقائه. أتمنى لمؤتمرنا هذا النجاح والسداد وأن يحقق ما نصبو إليه من نتائج وتطلعات، وللعراق الشقيق الأمن والاستقرار والمزيد من التقدم والازدهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.